بسم الله الرحمن الرحيم. عبتيف بالقاسم محمد طرباسي. توقفت عن 84 لقاف الأولي في إطار الانتماء للاتجاه الإسلامي، ثم بعد ذلك تلتها إيقافات 87 وقع إيقافي في إطار قضية أمن الدولة اللي توقفوا فيها عديد القيادات وقتها، وتحاكمت مع أبرز قيادات حركة النهضة حاليا، وتحصلت في قضية أمن الدولة اللي معناها تحاكموا أمام أمن الدولة اللي المحكمة هذه وقع إزالتها وقع معها، إنما الأحكام نتاعها معناها حتى النسخ من الأحكام نتاعها طوي لحد الآن الآثار نتاعها ماهيش موجودة، حتى القليل من واحد ينجم ياخذ نسخة من الحكم من القضية هذه. تهم هي القضية معناها سجلت تحت رقم 19 بأمن الدولة، تهم الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة ومجابهة معناها مجابهة السلطة بعضهم ببعض، وربط الصلة بدولة أجنبية، محاربة القوى العامة، جمع الأسلحة، الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها، سد النظام العام ومعناها نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام، توزيع مناشير فيها جمع الناس على مهاجمة بعضهم بعضا، ومحاربة السلطة. معناها تهم معناها كيدية كانت بالجملة معناها تشمل عديد الأخوة تحاكمنا من أجلها. أنواع التعذيب معناها كان الغالب على الظن كان في شكل زوز مكاتب، معناها يعلق فيها إنسان ويضرب بشكل معناها مبرح، عصا تاع يد بالا ولا يد فاس، هذاك بشكل معناها إما يعترف أو يواصل معها التعذيب قصد التعذيب، معناها قصد تشعيف وقصد كما نقولوا لهم بلغتنا العامية باش يعرف معناها قوة النظام ومدى معناها غطرسته. أشكال أخرى فما اللي قعدوهم على أشياء معناها على زجاجة، فما اللي يستعملوا معهم وسائل أخرى معناها ربط الأجهزة التناسلية نتاعها، فما اللي كيوف، فما اللي يستعملوا معها الكهرباء، فما اللي معناها أنا مثلا اللي استعملوه معايا هو ضرب المبرح ثم صبان الماء موت يسخون عنقاني هبطوك يرتحوا قال شنو بشنو ستار ما بارد، معناها تاخذ برونشيت ليل ما ثماش، وهذيك خلات لي آثار كبيرة كبيرة جدا، لأنه المناعة ولات تحت عندي في عديد المرات، لأنه خذيت برونشيت وخذيت أونجين قويات، كي جيت وقت يفرج علي عام 88 كي خرجت برا باش نداوي وعملت التحاليل لقيت عندي مناعة تحت على الاخر، ورصات لي معناها نداوي توكي لحد الان، وقع نزع ارتحال بالنسبة لي انا، صارت عملية يسميوها باللغة الفرنسية اللغة الطبية سبيكتروبتومي، معناها نزع عضو هذايا ارتحال بالجسم، وإلى حد الآن أنا فاقد المناعة جزئيا، معناها عندما ننقل إلى السجن فما بعض الأفراد وبعض الإخوة معناها ظهرت عليهم علامات نفسية وعقلية حملوا إلى الأطباء. أنا تعرضت للطبيب بطلب من المحامين عند عرضنا في محكمة أثناء المحاكمة بمحكمة أمن الدولة في 87، وقتها عالجني الدكتور منجي بن حميد، عرضت عليه لأنه أمام المحاكمة ما نجمش حتى ناقف من التعذيب، لأنه يدي وساقي كانوا شبه مشلولين أثناء الاستنطاق بتاعي أمام محكمة أمن الدولة. الاعتقالات اللي تمت بعدها هي في عهد المخلوع بن علي أنا كانت أشد منها وأقسى، أنا كنا في 87 حتى الإقامة بتاعنا كانت منتمين الحركة والسياسي كانوا يوضعون معناها وحدهم، بعدها ولا في عهد بن علي معناها تعذيب معناها أقسى
واشد معناها لانهم عباره كانهم تمرنوا علينا التمرين الاول ويظن يقول لك هذوما عاودوا فبالتالي كان اشد واقسى. الايقاف تم في عام 92 انا عاود تم ايقافي معناها المره الثانيه المره الثالثه وقع تعذيب معايا تقييم في ليله واحده وقع القبض على 33 واحد من جهه الدندان معناها ومنهم. التعذيب كان قاسي جدا كما قلت معناها على في شكل بيوات مكاتب وضرب بالعصا الى اخر بالرغم اللي استظهرت لهم اللي انا وقتها عامل عمليه ومازلت كي خرجت من السبيطار واثار العمليه موجوده معناها لحد الان معناها بطني ما مفتوح فيه الغرز ومازال رغم هذاك كان تعذيب كما اغلب الاخوه اللي مارسوه عليهم وفيهم حتى اللي طرشوا له وذنيه على خميس الشحيدي هذا من دندان وذنيه لحد الان ما يسمعش انا. عديد الاخوه الاخرين نفس الشيء، سبقني عبد الجبار عابدي ومحمد الخامس هذو منوب ونعرفهم معك شخصيه كان يخدم معي عبد الجبار عابدي هذا معناها على كلمه في اثناء البحث قال محمود الجوادي قال له انا كي نخرج ما ننساش خاطر يعرفوا معرفه جيده في من منوبه هو محمود جوادي معناها قال له مانيش نسيبك على الكلمه هذيك معناها مارسوا عليه الاخ هذايا عقوبات وتعذيب شديد معناها الاخ خرج تقييم 3 أو 4 سنين قعد هاين معناها من نفسيا وعقليا وكل واثار التعذيب حتى اللي خرج مازالت لحد الان معناها محمد الخامس نفس الشيء قال شنو ابوه صياد وقاو مكحله في داره قديمه على اساس انه معناها هذا يعد في الاسلحه والكل وحاكموه ب 11 عام. بالنسبه لنا احنا اغلبيه التهم ما لقاوش محزوج عند اغلبيه الاخوه والا باللف والتهمه الكل الاحكام تراوحت بين عام و5 سنوات معناها. العذاب النفسي معناها في السجن هو انك تنتظر كل مره يقول لك باش يلفقوا لك تهمه ويزوك التحقيق وتعاود البحث نتاعك يكون عندك ضغط كبير معناها من الناحيه هذه، من الناحيه الثانيه يسلطوا عليك الحق العام ويحطوك، انا مثلا حطوني في الكراك في بيت 4، بيت 4 ما تفوتش 400 ولا 500 فيه 154 واحد، واقفين نهار كامل، ما عندكش شلون تتحرك. تصور معناها في اشد السخانه باش نموتوا، السخانه وتشد علينا النفس بالكاوتشو يحلوا الباب ويبداوا يرشوا فينا بالماء من برا. عباره معناها ساعات الواحد يحس روحه تخنق. اشد التعذيب هو انك نهار كامل وانت واقف. في الليل كي ترقد ترقد في ظروف ربي يعلم به. معناها راس وجنب وتحت الفروشات. معناها اغلبيه الانتماء تحت الفروشات. معناها يسميوه كاميون. يقول لك ايه سي نحن بيدخل يركض اللوطا عباره على يشاهد ومش يدخل للخبر معناها. خبر على حاله معناها بيت ظلمه وتحت الفرش وما تعرفش عليه الفوقانيين الكل يبداوا يسيبوا عليك في الاوساخ والكل هذايا معناها ترهيب نفسي كبير ياسر ما تعرفش شنو هبط عليك خاصة انك الحشرات كل منتشرة في السجن بشكل كبير ياسر معناها مع كل احترامي لغرض النفس الانسانية وكل الحق العام فيهم اللي ما ينظفش وفيهم البقايا بتاعه الداخلية وملابسه معناها ولا يدخل السجن وكان يسيبوا البفراش ويسيبوا مل ويسيبوا شيء كبير وذاك تصور انت بدلك الكل بفراش بالواحد معناها ونهار الكل انت تجرش معناها فما امراض جلديه كبيره ياسر امراض بوصفيه كبيره ياسر انا كي مرضت بعديد المرات من غاديك نفس الزويق يعاودوا يزرقوا لك به معناها هذا معمول به انا نخدم في الصحه ونعرف معناها لك السراق يجي جنيك ما تلعبش في الحبس هاك الزراق نتاعهم هو الكل وعلى ذاك توك خرجنا برا نلقاو عديد الامراض توك معناها اثناء السجن فما فترات واشخاص ممكن مش ممكن ننساهم من بالي اللي تعذبوا برشا ولاحظتهم باش نشير لهم في كلمتين مش برشا هو الشيخ محمد هادي الزمزمي تعذب عدد كبير تجابوا هم في اثناء المحاكمه ساقي مصر اخرى وهو محامي معروف انا وعندك شو اسمه دكتور بالنجمه والهادي الغالي هدايا فكوا له الاوصال نتاعو كل بكره معناها كي يمشي للزياره
يمشي يسد في الحيط ويقعد تقريب عام ولا عامين قعد وهو يمشي يزرع يحب ساعه باش يوصل للبيت. أنا يديه وساقيه وكل فكوهم من بعض أنا جدهم من قايح باش رجعوا له بقى سنوات باش عرفت هو تحكم ب 20 سنه معناها. الفتره اللي ما بعد السجن الواحد في باله خارج من السجن في باله سيء وغادر الايقاف لانه ليله الاطلاق صراحه ساعه ما تخرج كان اللي ما يشيحوا لك ريقك يعني انك ما تخرج يقع المنادات عليك تقف في السجن في الباب السجن الداخلي ثم يجيك عون من امن الدوله يهزك ما دي ساعه ساعتين تعليل زاد يقع استحابك الى فرقه الارشاد او امن الدوله انا هزوني فرقه الارشاد يقع البحث حتى للفجر معناها وضعيتك وياخذوا عليك معناها ابحاث اخرى وين باش تسكن مع شكون واعطينا باقي معلومات اخرى اقربائك عمك خالك جدك اللي يخدموا الكل في الوظيفه عندكش ناس تقرب لك في الوظائف بتاعهم وبعداش فهمنا نحن نتيجه البحث هذاك اغلبيه العائله الكل فيهم اللي وقفوه من الخدمه فيهم اللي طردوه فيهم اللي عزلوه فيهم اللي معناها عاودوا شدوه هو مجرد انك تقول هذا من عائلته يعرف فقط. ثم بعد ذلك يقع معناها الابن ليك بالخروج عن طريق مركز الشرطه يعيطوا مركز الشرطه بتاعك بتاع المكان ويعيطوا له مركز الشرطه نفس الشيء يعود لك بطاقه الترشادات ويعطيك الاوامر بالتردد على مركز الشرطه واوقات التردد ما فيهاش انا هذا اول الفراج عليا معناها 6 مرات في النهار معناها 9 نتاع الصباح 10 مادي ساعة مادي 3 ثم 6 نتاع العشية معناها الأوقات هذه كل متتالية لابد أنك تمر بها ثم تمشي ما يكفيش مركز الشرطة هذاك يأمرك باش تمشي لمنطقة الأمن من منطقة الأمن ساعات يبعثوك رئيس الفرقة تقف معه وتقول له أنا فلان الفلاني كذا كذا تقف تسجل في الكراسة تصح وتمشي على تعاود ترجع يعني يوميا انت مطالب بالامضاء وبالحضور امام 3 معناها دوريات امنيه حتى من المصروف تهرينا معناها انا عملت دراجه شريت دراجه قديمه من واحد لواحد عباره اكثر من وظيفه معناها باش تطلع ثم بعد ذلك بديت بصراحه ما اعتقدش الواحد هذا بديت نتمرد زايد قلت انا كان مش نواصل على لاني مش ناكل الصغار لاني مش ناكل والعائله انا عندي 5 صغار لحد الان لحد الان لازلنا الاجر بتاعنا الواحد مازال لم يفعل رغم نتسمى محظوظين رجعنا للعمل برك فقط اعطينا رجع واحد معناها اعطيه يشتغل ويسترجع مكانته والانتظارات نتاعنا معناها كانت حسب القانون ومعناها العداله الانتقاليه ونسمعوا في كلام معناها مشاقة تعويض ويقع الكل ما تمش منه حتى شيء لحد الان ما زلنا كما يقولوا نصفوا من جيبنا انا كان انا كنت بطال ندبر في راسي يصور خير من تويك رجعت الخدمة عبارة الاجر انا كاري ب 300 تويك بعد داري وصرفتها على اولادي وكل توا كاري 300 ناخذ في 571 دينار اش بقاو لي منهم 270 باش نعيش بهم عائلة بخمسة افراد هذا غير معقول انا ولاي لا يستوي الحال انا في الظرف هذا برغم اللي امال كبيره تحقق على القانون هذا وانا المعارضه في حد ذاتها هي كانت لغات سيف مسلط على الاسلاميين بالذات انا على اساس انهم مش يعاونونا ملايين وشنو حسبوها مليارات انا كاني بلاد فرغناها ولا نشفناها وهذا صدمه اخرى معناها نحو المعارضه ونحو المسؤولين في موجود سواء حتى من حركه النهضه معناها أو من المسؤولين ومن رئاسة الدولة والكل ما كانش في حجم معناها تضحيات البعض اللي ولا احنا ما نانش نمتلوا على شعبنا ما كانش في بالنا مرة واحدة العفو العام ولا باش نرجعوا لعملنا والكل احنا كان خيارنا النضال وخيارنا إبراز معناها الحق هذا اللي استلب من الشعب هذايا و معناها نضالنا كان سلمي وفي اطار العمل الاسلامي بصفه عامه معناها
هذا تقريب الانتظارات نتاعنا، نامل انه يكمل الحق، لانه لحد الان اعتصام الصمود واخوتنا في اعتصام الصمود معناها هذوما ما كانوش يخدموا بالكل، ولكنهم تشدوا هما صغار سنه خامسه ثانوي وسابعه وثامنه وانت ماشي، ولا كان يخدم في روحي لحد الان لم يقع تسويت وضعياتهم لحد الان. سمعنا ربما هالايامات مش يقع معناها توظيف البعض منهم، لكن باقيين فيهم حتى اللي من كثر الامراض ومن كثر الواحد تقصد ساقيه، وهذا عار على البلاد هذه وعار على الامه، معناها يحاصر في عهد المخلوع ويحاصر الان معناها ويشتت العائله، وخاصه اصبحوا معناها فيهم اللي مريض وما عادش يطيق حتى شيء، حتى نفسيا انهار قواه، ما عادش عنده ثقه في حتى انسان، لا ينجم لا يشكي لا يوصف حالته ولا حتى شيء. وفوق هذا الكل راهم عندهم عزه نفس كبيره، الناس هذه راهي اذا كان ما نوصلوش نبحثوا عليها ونشوفوها، فما ناس عندها عزه نفس وما بلوغتنا نحن وبلوغ العمية ما تشوفهاش حتى حد. بل يرى عندهم كبرياء وعزة نفس كبيرة، وهذه انتظارات العدالة الانتقالية لابد أن توصلهم. الناس هذول معناها بالفعل عناوا التشريد، عناوا السجن، عناوا الفاقة، عناوا الفقر، عناوا كل أنواع التعذيب النفسي والعقلي والجسدي، معناها عناوا. أنا نخدم في مؤسسة صحية نفسية، نشوف في حالات معناها ناس متأثرة جدا معناها ونفسيا منهارة جدا.